كثرت الوقفات الاحتجاجية وزادت لتشمل أغلب الشرائح في كركوك. هذه المرة كان للأطباء نصيب من هذه الوقفات الاستنكارية، حيث نظموا وقفة احتجاجية في مقر نقابة الأطباء فرع كركوك ليعبروا عن رفضهم القاطع للاعتداءات المتكررة من قبل ذوي المرضى تجاه الأطباء، والتي زادت في الآونة الأخيرة وتمادت لتصل إلى أبشع صورها حسب قول الأطباء. مطالبنا، مطالب الأطباء في العراق بعد جهد الذي بذلوه في الأوبئة والمشاكل الصحية اللي صارت في العراق، مطالب يسيرة. أهم شيء هو إيقاف الشحن الاجتماعي الإعلامي ضد الأطباء. يعني حادثة صارت، إحنا ما ننكر الحادثة، وإنما إحنا نقول خلي القنوات القضائية والأسلوب القانوني المتبع تأخذ مجراه بدون الاعتداء على الطبيب. ولم يكتفي الأطباء من أعضاء النقابة وغيرها بالوقفة الاحتجاجية، بل قاموا مؤتمرا صحفيا طالبوا خلاله الحكومة المحلية بالتدخل لوقف الاعتداءات عن طريق تفعيل قانون حماية الأطباء، رغم أنهم لم ينكروا الأخطاء الطبية من قبل بعض زملائهم، إلا أنهم يرفضون طريقة التعامل بهذه الحالة والتي وصفوها بغير الحضارية. كلنا أمل بالجهات الرقابية والجهات القانونية، إن كان في محافظتنا العزيزة كركوك وإن كان على مستوى العراق، الحكومة العراقية حكومة جادة وحكومة قوانين وكذلك المحافظة، ونحن هذه الوقفة هي وقفة لاستنكارية نحو الاعتداء على أحد زملائنا في إحدى العيادات في إحدى المستشفيات الخاصة. وإحنا مع المواطن، إحنا عندنا أيضا أنا كطبيبة تخدير، أنا عندي أهلي وأخوتي وأولادي، ما أتمنى أن يصير معهم أي خطأ طبي، فلازم يتفعل الدور القانون بهاي المسألة لحماية الطبيب وحماية المواطن أيضا. كثرة الاحتجاجات والوقفات الاستنكارية وتكرارها إن دلت على شيء فهي تدل على غياب القانون لفرض القوانين الرادعة، وذلك لحماية جميع الأطراف وعدم السماح بتجاوز أي طرف على الآخر. جي آر سعيد، زاغروس تي في، كركوك.